والذي تترافق معه فرحة كبرى. اليوم نحن بمدينة حاسكة عم نحتفل بهذا العيد. هذا العيد هو من أقدم الأعياد في التاريخ البشري، مو بس في تاريخ بيت نهرين ميزوبوتاميا وإنما في الشرق الأوسط وإنما في العالم أجمع. هذا التاريخ يعود إلى 6779 عام. هذا العيد باختصار هو يرمز إلى التجدد، إلى العطاء، إلى الخصب، إلى الربيع، لأنه بداية الربيع. هذا العيد يمتد إلى في الاحتفال فيه إلى 12 يوما، يبدأ من 21 آذار وينتهي بواحد نيسان، وهو يقرأ في الأيام الأربع أولى بعد الاحتفال، تقرأ أسطورة ملحمة جلجامش، البحث عن الخلود، ويتم مقاومة محاربة الإله مردوخ لآلهة الشر، ويتحمل الآلام، وتأتي زوجته الآلهة سيريانيتوم لتنقذه. وبعد يومين في الخامس والسادس يتم عودة مردوخ من الموت من عالم السفلي، ويرمز إلى الحياة الجديدة لمردوخ ولشعب المنطقة. نحن ندعو، نحن الشعب السرياني الموجود منذ الأزل ولا زلنا موجودين في هذه الأرض، ندعو كافة الشعوب التي غادرت بلادها وتركتها تنزف دما العودة إلى هذه الديار وإعادة تجددها من جديد. الحياة مستمرة، ولكن نريد أن تجتمع هذه المكونات التي غادرت هذه الأرض لنعيش سوية ونبني سوريا جديدة موحدة. وبمبدأها الراقي الإنساني الشامل نهنئ شعبنا العظيم بعيد أكيتو، ونؤكد أن تحرر الشعوب وتقدمها وتآخيها نحو المساواة ونيل الحقوق هو العيد الأكبر لجميع الأمم على وجه الأرض.